السلام جمهور اليوتيوب. هذا الفيديو بخصوص موضوع هام وطارئ كيتعتبر من الطوارئ، وخصنا نخدم صفارات الإنذار لأن اليوتيوب المغربي في خطر، أو بمعنى الأجيال ديالنا في الهاوية، والتفاهة دقات أبوابنا وكتدخل بيوتنا بغير سابق إنذار. وبلا شك راكم عرفتوا التفاهات اللي منتشرة بكثرة لاستحمار الشاب وجعله مدمن على هذه الأنواع من الفيديوهات اللي هي مجرد تفاهات. وبلا شك أيضا أكثر الفيديوهات التافهة من يوتيوبرزات مغربيات، مع احتراماتي للبعض، وأقدم كل احترام لصاحبات القنوات اللي كتقدم إفادة واستفادة وكتدير مجهود يشهد لها به، ولكن أغلب الفيديوهات أو بالأحرى اليوتيوبرزات لقنواتهم ناجحة، نجاحها للأسف بتقديمهم للفضائح والتخربيق والجهل والفراغ والضعف على ابتكار أمور أكثر إفادة للمجتمع. الدماغ البشري المغربي بالخصوص فيه واحد الفيس اللي هو حب التفاهة. خصوص المغربيات باركة وما تجعلوا من الناس الأغبياء مشاهير، كيف ما كيقول المثل الأمريكي don't make stupid people famous. هاد الجرثومة اللي دخلت اليوتيوب المغربي خصنا نقضيو عليها. باركة وقفوا علينا هاد الفيروسات، عندنا النساء في خطر وخصهم يخدموا على عقولهم والجانب الثقافي. خليونا من مواضيع خاوية ومقززة والحياة الشخصية، نتوما خليتوا هاد الأنواع يبانوا واكتسحوا هاد المجال، هاد النوع نتوما خليتوهم ينقلوا لنا الداء للمجتمع ديالنا. مهم نخليكم عينة من هاد التفاهات اللي نتوما جعلتوهم قدوة لكم. مثلا وحدة دايرة فيديو بعنوان خليت الشقة كامل في الليل لليل بالعجز اللي جاني، واخد 127,000 مشاهدة في مدة 4 أيام. دابا هذا غادي تكونوا كليكيتوا عليه غير بكثرة التبرقيق والفضول اللي فينا معشلنا في الدم، يعني أمور تافهة. نمشيو لعنوان آخر، فيديو آخر أو تفاهة أخرى بعنوان روينتي روينة درت لكم الفال اللي بغات تولد وتزوج بطريجة. دابا هذا اش من استفادة فيه؟ ماشي كيردونا حمير بالودنين. اما الجانب الثقافي عند المرأة ينعدم، المرأة هي كتعبر على اشنو كتسوى انطلاقا من مستوى او من المحتوى اللي كتقدم. هنا اغلب النساء كيبينوا انهم ضعيفات وما قدتش على الابتكار وعلى العلم وعلى امور عقلانية للأسف. وحدة دايرة عنوان واحد الفيديو 50 حقيقة عني، تقول اينشتاين ولا شي عالم كبير غادي نكتشفوا علومه الغزيرة وافكاره الخارقة. المهم هاد الشي بزاف عناوين مقززة، مثل جولة في غرفة ملابس بناتي، شوفوا راجلي شنو جاب لي، شوفوا بيت النعاس ديالي انا وراجلي، جولة في غرفة ملابسي، اجي اكتشفوا معايا اصل زوجي. هاد الشي كيضر في الخاطر بزاف. واش المرأة ما قدتش تناقش مواضيع ثقافية وتعالج مواضيع اجتماعية وتفتح نقاش باوضاع المغرب والنهوض بها؟ بالخصوص هاد صحاب القنوات الكبار عندنا بزاف ضد الظواهر خصنا نناقشوها. باركوا علينا ما تزيدونا من الجهل، باركوا علينا غير هاد القنوات المغربية اللي فيها دوزام وإلى آخره. الإعلام كيقدم التفاهة وكيكلخنا وينشر الجهل وكيستحمرنا، وهربنا من الإعلام وجينا لهاد العالم ديال اليوتيوب لقينا هاد الأنواع أو هاد الحشرات تكاثروا بزاف وبزاف. ديروا ستوب ستوب ستوب، رحنا شعب جاهل. فين هاد الإسلام وحنا مجتمع إسلامي غير هضرة؟ واش المرأة اللي كتستعرض حياتها الشخصية للناس والعالم كامل وتبين بيت الناس ديالها العامة، واش هادي مسلمة؟ وتسرد أسرارها وأسرار زوجها، أش كنسميو هاد الأنواع؟ وباش تنفعونا زعما؟ وفين هاد الرجال ديالكم؟ فين النخوة والرجولة؟ ولا مست؟
غير من أجل نسب المشاهدة؟ بني بعدا وديري فيديوهات على أمور فيها استفادة، مواضيع اجتماعية، ثقافية، تربوية، تعليمية، والطبخة طالله. بيني حتى انتي باللي عندك قدرات عقلية، وباللي المرأة ما محصوراش في التفاهة، ما تخليوهمش يزيدوا ينعتوكم بناقصات وعقل. وهذه الفئة الكبيرة اللي كتشاهدكم هي فئة بحالكم، فئة فاشلة في حياتها وفارغة، وكتحب التفاهة والفضول والتبرقيق، وما كتدخلش سوق راسها، وللأسف منها بزاف. أما الفئة المثقفة هي قلة قليلة، والشعب كله جاهل وفي سبات. مهم حبسوا علينا مشاهدة التفاهة، وحاولوا تخدموا على عقولكم وتعمروها بالعلم وكل ما هو مفيد لكم ولأسركم ولولادكم. أما راكم خرجتوا علينا وعلى الأجيال الصاعدة إلى ما تبدلش هذا الوضع. بركة علينا، رحنا شعب جاهل، خصنا التوعية، خصنا أمور اللي هي ثقافية باش نزيدوا للقدام. بركة علينا، والله راكم عيقتوا. رحنا غادي نبقاو ديما وإلى الأبد غنبقاو مجتمعات متخلفة للأسف، حيت عندنا عقليات فارغة.